أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الآن والخليفة في الآن. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وكآبة المنظر وسوء المنقلب وسوء المنقلب في المال والأهل في المال والأهل يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. المشاهدين ما تديوش على حالتي وقفنا قالك باش نشريو الماء سالنا الماء اللي داب داب سخن لا سخون الماء اللي جبنا معانا كونجلي سخن وقفنا قالك باش نشريو الماء ساعة لقينا الماء في الثلاجات كلهم هنايا في ستاسيون سخون ما باردش نهائيا شرينا هاد لاكلاصة تاع دوجين وسيلا كتفسخ في حالتها. ويلي ويلي العينين تا ياكلو سيلا فين هي تليتلا شوفو تليتلا راهي هنا تليتلا بابي معرفتكمش واش تسمعوني مزيان ولا متسمعونيش مزيان شوفو شوفو هاك تليتلا قتلنا الصهد قتلنا الصهد قتلنا الصهد قتلنا الصهد قتلنا الصهد قتلنا الصهد بزاف ديال المرات هاكا عرفتو على الصهد كيديرو عمري في حياتي ما شفت بحال الصهد سيريا كتطلع على الحوايج سيريا تيتي ماما تيتي هات واحد الصهد عالمي واحد الصهد عالمي عالمي ايوا اش نقول لك دابا قررنا ان شاء الله ندخلوا اليمين تانوت قررنا زعما الطريق اللي كتدخل اليمين تانوت عاد باش الو واخيرا 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 وصلنا لمدينتي الحبيبه يا سلام الصراحه واحد الراحه شوفوا عادل ماشي ولد اكادير اللي كتعجبو اكادير ياك عادل ماكرهش يسكن فيها الصراحه ماكرهش كيولي ماكرهش نسكن هنايا. المهم واخيرا الطوموبيل سيليا تبان لكم انا مبغاش تفرق لنا عليها قالت لك من نخلق هي الطروتينيت ضروري جبتهم ليها وصلنا للاكادير اختي واحد الجو غزال بردنا شويه من تقريبا من امسكرود لهنايا واحد البرود واحد البرد واه يا سلام ما نقولش لكم حيت شويه عرفتي شنو هما شويه شويه هاد البرونزينه ديال بصح عرفتو راه من الرباط مني خرجنا من الدار من الدار بعدا حتى لفتنا مراكش حتى الامسكرود وهي الشمس ماشي غير الشمس الحراره 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 ما عرفت كاع شحال من درجه كانت واش كذا و50 ما عرفت شحال كانت الحراره بزاف كثر من القياس وما بغيتش ما بردش الحال نهائيا حتى وصلنا دابا الامسكرود كما قلت لكم والله حتى وصلنا الامسكرود عاد حسينا ان الحراره شويه هبطات والشمس تغطات دابا ما بقاش ديك الشمس القايله اللي كانت صافي. المهم جمعت شحال تاكتي عاودت ليكخون ديالي في وجهي صافي هادشي اللي درت ما درت صراحه حتى حاجه
نضادر ما عرفتش فين، حطيت واحد الوحدين اخرين اللي كنت دايره في عيني حطيتهم وقيل هنا الفوق ما لقيتهمش. دابا صدق درت غير هادو حيت الشميشه دابا وداك الشعاد العشيه ما تنحملوش انا. ايوا صافي هادشي اللي كاين احبابي، حنا دابا في كيوين الناس ديال اكادير هما اللي غيعرفوني علاش كندوي. قربنا للطال رشا، جينا لعندكم ما حليتوش الباب. ها السيدة وصلت لأكادير، شو السيدة كيدايرة؟ شو السيدة كيدايرة؟ ديري طك طك طك. شو السيدة كيدايرة؟ شو ماما تتوصل؟ شو السيدة؟ واف راه مامي، راهي مامي. هاي هاي مامي. هادي مابقيتش صورت لكم البارح ولكن واحد الحالة البارح وصلنا فيها مع داك الصوت. شوفوا الروينة بعدا اللي دايرين في البيت عندهم. شوفوا أنا روينة 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 درنا كلشي مرون. شوف سيليا سيليا وميني ماوس ديالها وسندس راه هي. شوف سيليا كي ناسا مبغاتش تنعس ليا بلي الشرجم حبسناها بالطبلة حيت اش كطلع لنا الشرجم هذاك خلينا مسدود كاع ما حليناه خفنا لأن كطلع الشرجم وما عندهمش الكرياج. شنو قلتي لهم اللي عرفوا دابا كاين لداخل؟ هاي هاي وراه شوف تعالوا انا تنقولوا لي فوجو عليك بيست كبيست انا كما يحرق الموضوع الناس. الخبز ديال المقله العادي لذيذ هادي. خير صباح الخير اختي من مدينه اكادير. شوفوا هادي شوفوا هادي هادي طلع لي الدم. قولوا ما عادي علاش علاش طلع لك الدم؟ جبت ليه جوج بوديات وواحد اللي فيه تصوير سيليا قال لك علاش جبتي لي غير جوج بوديات ورا جبت لك قندوره موفي. واخا بنتي واخا كاش هو الصاد عرفتو على صاد عندهم البنات على صاد عندهم موت. قلت لماما قلت لها ما قلتيش لي راه غتجي غتجي وغدوب وقلتي لي غير اجي وصافي ما قلتي لي والو. وي مامو شنو هي؟ غتمشي نيشان سير تالي نسكن وغدور على جهة لابيربول. المهم جينا اختي دابا خرجنا من الدار غنقضيو اغراض هما الصراحه ان شاء الله بحول الله غنمشيو. اول حاجه غنديكم معايا للرحبه بغينا نمشيو نشوفو البيت شحال داير وداك الشيء الا يسر الله في شي حاجه وغادي. المهم كاع داك الشيء اللي غنمشيو ليه غنديكم معانا. بزاف د الحاجات نقدروا حتى نلقينا المعزي في الصف الا خدينا شي حاجه. المهم داك الشيء اللي كاين انتم معانا نشوفوا كيفاش هاد الامور صافي. الجو سخون 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 دابا غير طلب الغدا بعدا مبرده شويه ولكن العذاب اللي داز علينا البارحه ما عمرنا نساوه. تخيلوا واحد الصهد ما عرفناش منين جا اصلا واحد الصهد عالمي عالمي ما كاينش بحاله. المهم المهم احبابي المهم ما تديوش على هاد الزعاطيط هادو ما تديوش عليهم صافي نساوه ولفوني صافي هيك عادي. لا زعما الناس خصهم يولفوني بدوك الزعاطيط ديال شهر. المهم احبابي دغيا الصراحه الحمد لله سبحان الله دغيا تيسرات الامور خدينا واحد شنو تسمى معزه. المهم هذيك المعزي خدينا وحده ودابا راجعين للدار نحطوها عاد نخرجوا نقضيو اغراض اخرين دغيا تيسرات فيها الامور الحمد لله. نتوما كتعرفوا المعزي ديال ايدا وتانا كيكون ما شاء الله تبارك الرحمن بنين وكيكون اللحم فتي وداكشي زوين زوين صراحه المعزي زوين توا عنده حلاوته وخا المعزي ما محسوبش على العيد الكبير ولكن المهم كتكون حلاوته اللحم ديالو زوين ياك عادي. ها ما نعرف اش ما عرفتي شنو المعزي في الرباط؟ اه لا المعزي ديالنا ماشي بحال الرباط. ايوا المهم نمشيو نحطوها في الدار ونشاركها معكم مسكينه معزه. المهم احبابي واخيرا دينا المعزه للطرف بحال اللي شفتوا حتى نرجعوا نصور لكم الصراحه كم صورت لكم الحولي حولي جبنا معنا من الرباط الحولي رباطي والمعزه سوسيه ياك عادي بحالي انا وعادي العادي الرباطي وجمعين ومجوج وجمعين ومجوج. المهم احنا دابا جايين للصحراء مول هنا في الرباط غنقضي الغرض لواحد السيد صديق ديالنا شوف حوالي تبارك الله قداس رباطي والمعيزة المعيزة السوسية. المهم حنا جينا للصحراء مول هنايا في انسكان باش غنقضي الغرض لواحد السيد هو حنا جايين للصحراء مول خلاص جايين للالتوايا كيكو جايين نشوفو شنو كاين وغنقضيو واحد الغرض للصديق ديالنا الغزال
الاخ ابراهيم وصل هو مستديو اللي كنسجل فيه خلاص وداكشي. المهم صديق ديالنا وخونا جينا نقضيو ليه واحد الغرض ما خاصو شي حاجه الكاميرات ناخذو عليه من صحراء مول وميم طون نشوفو شنو كاين في السويكيكي. عاد كتحمقو هاد السويكيكي تيقولك هادي هي السويكيكي ولا حيت بالها كبيره. ها هي البوسي ديال سيدي الجدا حتى دابا وريت عليكم شوفو سيدي راه حفيانا سيدي غير وصلت عند مامي اللي هضر معاها ولا لا بغينا نغوتو عليها كتقولك مامي تمشي تخبى مورا صافي بقات حمية مي سيطرة. ايوا المهم هادشي فيا بلا بلا بزاف هادشي اللي كاين دابا نوصلو نحضرو الأغراض ديالنا وانتوما معنا شارك معاكم كلشي و شنو اخر شنو كنت نقول لكم غنمشيو نشوفو واحد الدري اللي كنتقطاو من عندو دائما البليغات وداكشي العادي عادي راه خرج بصندالات الميكا ويك ويك عباد الله شوفو قال لك انا مرتاح فيها خليني هادشي اللي كاين. المهم نشارك معكم الاجواء هنايا في انسكان عباد الله يشوفو لي لابس حياة زوينين عند البنية الجديدة واش بغيتي عباد الله صندالة ومرتاح ايوا ايوا يا اختي مرتاحة فيها اسم هادي الا لبست هادي مرتاحة فيها صحرا مول غندخلو اختي نشوف شوفو ايه السويكي كي دايرين انا وراه فيها لي زيطاج مازال الفوق هادي الحماق تيدور بنت قبل ما يجي لاسانسور الله يستر يا ربي عادل خصو غير ما يكونش عنده الخدمه كاين شاط ياك عادل ما تكونش تبعك الخدمه ليها في الطريق شرع عليا قال لي جيتي لها في الطريق هو بنتو تيلعبو يلا شوف بسم الله بسم الله سيليانا شلت ثلاثيام ايطاج قال لنا السيد كيفاش كاين السكين ايطاج راه كاين شوف شحال من ايطاج عادي باش كتسطع عليا شوف شحال من ايطاج يعني حنا في الدوزيام دابا لا حنا في الزيرو وكاين اللي تحت ناقص واحد يعني ناقص واحد هو اللي تحت يعني دابا غنضربو سير هادشي خرجي دير خرجي علاش؟ قلت راه 10 الناس علاش انا شحال فيا من واحد؟ حيدي انا فيا 4 الناس انا فيا 20 واخا غير شتي لتحت تجيك الدوخ الدوخة ديال بصح حيت عالي بزاف واخيرا خرجوا ليا من المول وخرجوا ليا من السويكيكي شي ساعتين ولا ما عرفت كثر السويكيكي تكداو غير عادي لوسيليا هما اللي تكداو الصراحه انا ما خديت والو خديت تي شورطه واحده بحال عادي خدينا ماتشي ماتشي ومادموزيل سيليا شوفوا شنو خدات خدات كاسكاب ديال ميني ماوس هانتوما دايرها مع الكونسيل برا حتى هي قالت لك خاصها تشورطه خطر مدينه انسكان خوتي هذا هو مسيو الحولي دا هو لو موتون ديالنا خلات سيليا شفتوه ما شاء الله تبارك الرحمن ايوا بلاتي نوريكم مادموزيل معيزة هذا مسيو الحولي وهذيك مادموزيل معيزة شفتوه خلا عادي المعزة سوسية والحولي رباطي هانتوما مسيو الحولي كي كيشوف فيا بعد راه ما تخاصمو ما والو ها هو جاي حواز هنايا هنا لا كور ماما دايره ليه غير الميكاب بحال هكا وسخت الدنيا شوف كرتو لا الدنيا هنا عند هاد الماكينه كانت نقيه مسكينه شوفوا كي توسخات هادي لا ماشينا لا فيلا عقلتو كانت ربحاتها سيليا وعطيتها لماما اوتوماتيك غيصاوبها لنا نيت عادل غيركبها لها هنا هنا عندها شوفوا شوفي شنو داروا لهداك الحيط كان نقي معيزه ما ايوا صافي هذا هو الحولي ديالنا وهذيك هي المعيزه ديالنا